تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاريض الأمور في البلاد، أولت الدولة اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي واتخذت عدة إجراءات لتحقيق المأمول، كان من بينها زيادة الرقعة الزراعية لتعويض ما فقد منها قبل عام 2014 من تعديات على الأراضي الزراعية، وكان من بين المستهدف أيضا ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال. فأطلق إشارة البدء في مشروع 1.5 مليون فدان، وضم المشروع 3 مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500,000 فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490,000 فدان، والثالثة بإجمالي مساحات 510,000 فدان. ويغطي المشروع مساحات واسعة من الجمهورية خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية. وأصدر الرئيس تعليماته بمنح أولوية في المشروع لشباب الخريجين لتوفير مشاريع لهم ومنح فرص عمل وتقليل حجم البطالة. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، والحقيقة الزرع أو الخضرة أو اللون الأخضر دايما بيدي نوع من الطمأنينة، نوع من الراحة النفسية بشكل كبير، والحضارة المصرية القديمة قامت على الزراعة، ودايما كنا بندرس إن مصر بلد زراعي، آن الأوان إن احنا نستفيد بالتنمية الزراعية بشكل كبير جدا في نمو الاقتصاد المصري وتوفير احتياجاتنا من المواد الغذائية، ودي الاستراتيجية اللي بتبني عليها الدولة في الفترة الحالية، الخطة الخاصة بيها، وده زي ما قلت في بداية كلامنا النهاردة إن ده ظهر بشكل واضح جدا في جائحة كورونا، وإزاي قدرنا إن احنا نزيد من صادراتنا الزراعية للعديد من الدول. مش بس كده، لكن احنا في موازنة مالية جديدة، واعتقد ان الموازنة المالية بيكون الهدف منها هو التطوير والتحديث. ماذا عن الفترة القادمة والرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية في مصر؟ اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني، برحب بالمهندس علي النعناعي الخبير الزراعي. اهلا بحضرتك، أهلاً بحضرتك يا فندم، منورنا. ربنا يخليكي، وصباح جميل على المصريين كلهم وعلى شعبنا الجميل. صباح الخير على حضرتك. خلينا نبدأ بقى كده بالتنمية الزراعية بشكل عام. تمام. وما شهدته في الفترة الأخيرة من تطورات خاصة بالمجتمع المصري. تمام يا فندم. هو بالنسبة لملف الزراعة بصفة عامة، يعني أنا بأكد على اللي حضرتك قلتيه إن هو مصر أصلا بلد زراعي، يعني حضارتنا من 7,000 سنة اتبنت أساسا على الزراعة، وإحنا كنا أياميها يعني بنقول خزائن الأرض، بمعنى إن فعلا مصر متطورة جدا، وفي المقام الأول إحنا اقتصادنا اقتصاد زراعي، وده طبعا انعكس على مدى آلاف السنين إلى الآن، إن مصر النهاردة ملف الزراعة فيها ملف مهم جدا جدا. وأنا بسمن الحقيقة جهود السيد الرئيس والحكومة الحالية على الاهتمام بالملف الزراعي وإعطائه الأولوية دايما، والكلام ده كان باين كمان في الخطة التوسعية، زيادة الرقعة الزراعية، مشروع الفيجن اللي هو كان حط على مدى 10 سنين جايين، الرؤية ان في زيادة 4 مليون فدان، ابتدى على المدى المتوسط ان يتم الشغل على 1,600,000 فدان كزيادة في الرقعة الزراعية في مصر. ده طبعا شيء مهم جدا، لانه هيضيف اهمية كبيرة للزراعة من ناحية الاكتفاء الذاتي، ومن ناحية ملف التصدير اللي احنا يمكن هنتكلم في شوية تفاصيل عنه دلوقتي. جميل. وزي ما قلنا الحقيقة ان هذه الرؤية اللي حضرتك اتكلمت عنها ظهرت بشكل كبير في الفترة السابقة اثناء جائحة كورونا، لما كل الدول اغلقت على نفسها ووضعت استراتيجية خاصة بيها هي انها توفر احتياجات مواطنيها. مصر الحمد لله حتى الان مفيش اي ازمة، بالعكس عندنا موزون استراتيجي من السلع والمواد الغذائية، يدينا نوع من الطمأنينة بشكل كبير جدا، الى جانب كمان زيادة صادراتنا الزراعية. ده تأثيره ايه على حال المواطن المصري وعلى الاقتصاد المصري؟ والله انا عايز اقول لحضرتك ان موضوع الكورونا وجائحة كورونا بالنسبة لمصر كانت مفيدة، يعني على هي يعني ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. هي ليها ايجابيات
زي ما كان في سلبيات كتيرة وكلنا عانينا من سلبياتها، إنما فعلا كان من ناحية الزراعة هي كانت فيها فايدة، لأن احنا لو رحنا بصينا بنظرة تانية للي حصل في أوروبا. يعني أنا مش عايز أتكلم عن الصين، لأن الصين أول دولة حصل فيها الوباء وانتشر لأوروبا، بس لو بدأنا نشوف إيه اللي حصل في أوروبا زراعيا واقتصاديا، هنلاقي إن إيطاليا مثلا من أوائل البلاد اللي بدأت تعاني من مشكلة كورونا ونقص المواد الغذائية. الغلق التام اللي حصل في إيطاليا ده نتج عنه إن إيطاليا أساسا بتعتمد على العمالة، يعني هم بيأجروا عمالة من إيست أوروبا أو من شرق أوروبا حوالي 300,000 عامل. فطبعا لما حصلت جائحة بالنسبة لإيطاليا ده ما حصلش، فمحاصيل كتير اتأثرت بشكل شديد واتدمرت. حصل مثلا دامج أو دمار في هولندا، بورصة الورد اللي هي معروفة ومشهورة عالميا في هولندا بدأت تتوقف، بدأت فرنسا تتأثر، إيطاليا، ودول الخمس دول الأقوية اللي موجودين في الاتحاد الأوروبي، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا مثلا. فالدول دي حصل فيها مشاكل وأزمات زراعية. الحمد لله إن مصر دولة ثابتة وقوية، الانتاج الزراعي عندنا اتأثر بالإيجاب، بمعنى إن احنا بدأنا الاهتمام بالتصدير. مصر الأول مرة تاخد المركز الأول عالميا في تصدير الموالح. صحيح. وكان وفتحت أسواق جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، يعني في الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول يعني اللي كانت محتاجة مواد غذائية، وقدرت مصر ان هي تلبي الاحتياجات. مظبوط. يعني مصر النهاردة لما احتلت المركز الاول عالميا في تصدير الموالح بدأت تفتح اسواق جديدة في امريكا اللاتينية، وبدأت توسع اسواقها في الفار ايست او الشرق الاقصى والدول العربية. فالنهاردة بقى مصر اقتصاديا زراعيا لها موقف ثابت ولها براند او اسم معروف جدا في مجال التصدير، لان الموضوع على فكرة مش سهل. يعني مش سهل ان انا اقول كلمة ان انا بصدر طبعاً. لا، انا عشان اصدر لازم وصفات معينة ولازم برنامج وقاية وبرنامج تغذية طبعا، معايير جودة لازم التزم بيها، ومعايير الجودة، وفي هيئات عالمية بتراقب ده، وبتيجي المزارع المصرية وتراقب البرنامج خطوة بخطوة. فده معناه ان هو الكلمة مش سهلة ان انا بصدر، بس احنا عملناها يعني حقيقة. طيب، علشان احافظ عليها وعشان احافظ على حصتي في السوق اللي انا حصلت عليها في هذه الفترة، بل على العكس ازودها عن طريق فتح اسواق جديدة، خاصة ان احنا بنتطلع الى الاسواق الافريقية وان احنا يكون ليها تواجد فيها بشكل كبير، هل هناك فرصة من خلال يعني ازمة كورونا ان احنا يكون عندنا رؤية مختلفة وزيادة حصة الصادرات المصرية على خريطة الصادرات الزراعية العالمية؟ هو اللي حضرتك بتقوليه ده اكيد، لان هو انا شايف ان رؤيه القياده السياسيه ورؤيه الحكومه ورؤيه وزاره الزراعه في ملف التصدير في عنايه شديده بملف التصدير، وفي تسهيلات بتتقدم للمصدرين، وده كله في دعم الاقتصاد المصري، لان التصدير يعني عمله صعبه، يعني خير بيجي للبلد. فسياده معالي وزير الزراعه، يعني يمكن احنا اتقابلنا شخصيا قبل كده، انا شايف ان هو له رؤية حكيمة في هذا الموضوع، وهم شغالين على محاور كتير، منها انها يعني الاهتمام بمستلزمات الانتاج الزراعي وتوفيرها، تشجيع المصدرين من ناحية الاجراءات، لان اجراءات التصدير بتبقى برضو مش عملية مش بسيطة، فلازم فيها دعم، ودعم المزارع المصري بصفة عامة. تمام. فده بالنسبة لملف التصدير. وبس يعني عايز اضيف لحضرتك ان احنا مش المركز الاول عالميا بس في الموالح، لا، ده المركز الثالث عالميا في تصدير البصل المجفف. هو الحقيقة زي ما حضرتك قلت، الدولة كان ليها رؤية استباقية بشكل كبير جدا من خلال حتى المشروعات الخاصة بالصوب الزراعية، وازاي ده بيساهم في توفير الزراعات العضوية بشكل كبير جدا. تمام. وده المطلوب بقى في أسواق التصدير في الفترة الحالية، أعتقد ده كمان من أهم الخطوات اللي قامت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتوفير عدد كبير من المنتجات الزراعية. نقدر نقول كمان استخدام أحدث الوسائل والطرق التكنولوجية في مجال الزراعة، احنا شايفين تطوير كبير جدا. صحيح، احنا عندنا يعني الحضارة المصرية القديمة القائمة على الزراعة
ولينا خبرتنا الطويلة، لكن ده ما يمنعش ان احنا نستفيد من مواكبة كافة يعني وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة. ده بيحصل ازاي؟ هو في الحقيقة موضوعين انا عايز اسيرهم بناء على اللي حضرتك بتسيريه. حاليا دور الدولة لرعاية المستثمرين القطاع الخاص ده دور مهم جدا، وده انا شايفه بيتم بصورة ايجابية جدا، وكمان ملف مهم جدا وهو مساعدة الجيش المصري في ملف الزراعة، لان حقيقي الجيش النهاردة بيقوم بمجهود رهيب في انشاء الصوب الزراعية وتوسيع مساحات الزراعة بصفة عامة. ويمكن كلنا بنلاحظ ان احنا ماشيين بنلاقي منافذ معينة متوفر فيها المنتجات صحيح اللي هي ناتجة من صوب الجيش، ودي بيبقى فيها منتجات كواليتي عالية وبأسعار منافسة، فده كله مساهمة في تطوير الزراعة. ملف تاني مهم جدا وهو التعمق والتوسع في التكنولوجيات الحديثة، تجهيز الأرض، الزراعة العضوية، ويمكن في ملف هيبقى مهم جدا للمستقبل وأنا بسيره من النهاردة، الزراعة الهيدروبونيك. دي نوع من الزراعة بيعتمد على مياه قليلة جدا، وأنا أعتقد إن احنا إن شاء الله هنبقى لنا باع فيه في المستقبل بإذن الله. إن شاء الله، خصوصا إن احنا عندنا يعني العديد من الأبحاث العلمية اللي بتتم في الفترة الحالية، سواء من خلال كليات الزراعة في مختلف الجامعات المصرية، أو كمان من خلال مركز البحوث الزراعية اللي ليه الحقيقة يعني دور كبير جدا في يعني إيجاد الأبحاث الجديدة، سواء من خلال طرق الزراعة أو إنتاج منتجات مختلفة تواكب احتياجات المواطنين في كل مكان. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله ان الزراعة المصرية والمنتجات الزراعية المصرية تكون متواجدة في كافة الأسواق العالمية. كلمة صنع في مصر أو منتج مصري، أعتقد ده اللي بنحلم بيه دايما يكون موجود. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. المهندس علي النعناعي الخبير الزراعي، نورتني يا فندم. ألف شكر حضرتك جدا يا فندم، ويوم جميل على المصريين كلهم يا رب بإذن الله دايما. ومن الملف الزراعي لملف التشريعات والانتخابات البرلمانية خاصة بمجلس الشيوخ أو مجلس الشورى القادمة اللي بدأت بالفعل الخطوات الخاصة بيها، إيه الجديد فيها وإزاي يستعد ليها المواطن المصري وإزاي يشارك فيها في إيجابية؟ ده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا القادمة بإذن الله. Я тоже люблю погоду в Египте. Хотя робот мы на всей стороне. Это природа в Египте. Мне нравится море в Египте. Мне нравится подводный мир. Try to do the best in this current time. И это, безусловно, радует. Потому что все море, твое, практически нет.